اللحمة كرمال مجرد، أول ما دبلت البصلة دب اللحمة فوق البصل. ما بستناها لتتأمر أو تتحمص، لا خلص مجرد ما دبلت نضيف اللحمة فورا. هلأ اللحمة فوق البصل. بلش قلي البصلة على اللحمة. كثير بحب ريحة اللحمة وهي عم تتقلى. تتبيلة اللحمة والبصلة أنا بضيف بس ملح وفلفل بس، غير هيك ما بضيف. كمان إذا بتحبوا مثلا بدال الملح تضيفوا ماجي بيصير، ما أنا بالنسبة لي بضيف بس ملح وفلفل. بعد ما تستوي اللحمة بدكم تقولوا معلقة ملح وفلفل كمان. جاهزة، صارت جاهزة للحشي. أكلات اللبن كتير بحبها، يعني أكثر أكلات بحبها باللبن الشيش براك وشغل محشي. أنا شو بسوي بعد ما قليت اللحمة مشان اللحمة ما تعذبني مع العجينة، حتى بالمصفاية وخليها تصفي الزيت كله، يعني يطلع الزيت من اللحمة والبصلة. تمام، وبخليه اللحمة بالمصفاية هي لخلص حشي العجين. بس خليها هلأ شوي، وبعدها شو بعمل؟ بحط صحن تحت المصفاية لأنه هي بتضل عم تنزل زيت. فهمت علي؟ هلأ فيكم تقولوا صارت اللحمة، مو صارت اللحمة جاهزة، خلص جهزت اللحمة. شو لازم أنا هلأ أسوي؟ لازم أحضر، طلع الطحين. الطحين مهم كتير يكون بهي الكاسة. ساوي لي لا اللي سويناها لآخر مرة الخفيفة الثانية. وينه؟ شو أنا هلا حتى استوعبت، أنا بالعادة بعمل كيلو لحمة، هالمرة عامل نص كيلو، مو حاسة اصلا، يعني ما اجى ببالي. فهمتوا علي؟ بس سيدي عم تقول لي ارجعي جيبي لحمة انه رجع مسوي. لا خلص يعني انا اظن بكفوا، فبدي احط طحين هون. تمام، مش في هنيك كمان؟ لا بكفوا. ايه في هون كمان مشان ما العجينة تطلع
تلزق هون. يلا سيسي ممكن يلا ولا لا؟ لانه سيدرا بتشتغل بالشوبر وانا بحشي اللحم من العجين. غير هيك مالي شغل انا باللحم. سيدرا حركاتها جبنا هي الكاسه فهي ياسها كثير مناسب يعني حجم كثير مناسب. سيدرا بس حاولي ترقيها تمام؟ كثير منيح لاني مالي خلق رق كمان ارجع من وراكي. لانه اليوم ناوي عمار هات مع الصغيره تعني عالميه. ان شاء الله ان شاء الله بكفوا وزيادة لان انا رح احط كيلين لبن يعني انا كل كيلين لبن فبعمل لهم كيلو لحمه. خلص العجينة واللحمة. سيدرا عم تسوي لنا العجينة وأنا وجيجي عم نحشي. كيوت على فكرة أنا بحبهم صغار. لا هي ما زبطت يعني مو ما زبطت هي رقيقة كثير كثير صغيرة ثلاث هيك بيبي بيبي شباب تعبان من هالدنيا تعبان ما سألوني عش روحي شايفين كيف بس بحاول سكرها كتير منيح. سيدرا حط طحين لان عم تلزق ما تفرط باللبن بس ماما شو قوصوا على اجريه على اجريه إيه هيك دي يمكن هو عارف انه ما مات. يمكن رجع قوصها. طب بركي ما مات. ويييي انا بشو ولا شو بدي اندمج حاليا؟ قوصها ببطنه. مشان يموت سره معه اساس يعني. اهلين يا هلا تمام الحمد لله كيفك انت؟ شبك انت شو وجعك؟ ما تموته شايفين؟ لا لو هو عن فين جد ما يد عن جد ما بيرجع بيطلعوا خلص لازم ركز لانه هلا في لبها في شوي بالموضوع. من مين اجت رساله؟ بس مين ملحم بعت رسالة؟ لا حدا زدت له اياها لملحم. بدي ضيف معي شوي بس هذا بيعرف كل شيء اعمل له الحمد لله معناتها هذاك مات ممكن Thank you.
بشرة. واللبن بنبلش نحركه على البارد مع النشا. ريحت اللبن هذا كثير كثير طيب. حركت اللبن شايفين كيف على البارد، هلا بحطه على الغاز بشغل تحته. بلش حره تحت النار بس بحيث ما اتركه. بالعاده سيدرا كانت تحر اللبن وانا بس عم يفرط بين ايدي. لا ولا مره فرط معك بالعاده سيدرا. لا بخاف انا يعني لانه اذا فرط انا بين ايدي بحمل انا المسؤوليه. فلا لا لا مو هيك، بس حرفيا بالعاده هي لما بتشوي اللبن انا بستغل الوقت. بشوي؟ لا لا بشوي اللبن؟ هنا احنا بنشوي اللبن او بنحرك اللبن او بنحر اللبن نفس الشيء. انا ببلش بختصر الوقت وبسوي الرز. هلا لا خليني أأمن على الشيش براك وبعدين ببلش بالرز. هلا على فكرة في عالم ما بتسوي رز مع الشيش براك. الشيش براك يعني بس خلص بس شيش براك. أنا لا ما بقدر إذا ما في كمان رز ما أحس الشيش براك فبيجي الحال. أنا لسه بكير لبين ما يغلي اللبن. بس يغلي اللبن مندوب الششبرك. مندوب الششبركة يا ششبركة مو كلهم مع بعض. هذا تزعل ماما بس ما شاء الله طلعوا مناح يعني. بركة بركة هي تسمعني أول ما تسمع لي يا رب يا رب. ما بعرف ليش اللبن اليوم طول يعني بالعادة بيغلي اسرع من هيك معي بس اليوم طول ما بعرف شو صار له. يمكن لاني مالي معلي الغاز على الاخر على الاخر بس ما دخل. يعني انا لما بدي اشوي اللبن